لا حول ولا قوة إلا بالله. أمنيتين يخطر عليك وأنت تشاهد مثل هذه المشاهد، الأولى بكل تأكيد إنها ما عادش تتكرر ويحقن الله دماء الأبرياء، الثانية والمهمة جدا أيضا أن تكون الأحداث هذه ناسفة لفكرة وجود جيش ومؤسسة عسكرية أنشأها حفتر، لأن اللي كان سبب في علو كعب أحد الأطراف هي مدرعات تتبع كتيبة نسيب حفتر أيوب الفرجاني. أنصار حفتر للأسف ما زالوا مغيبين رغم كل هذه الفضائع، راهو غياب تأسيس حقيقي للجيش من طرف حفتر رغم السنوات والأموال والدماء اللي استنزفت طوال 7 سنوات تقريبا من اجتياحه للمشهد الليبي. هذا دليل على أن حفتر يريد استخدام أي شيء للوصول للسلطة فقط، هو وأبنائه طبعا، ومش هامه لا أمن ولا أمان ولا جيش ولا شرطة. وعلى ذكر حفتر خلونا نشوف الترند الثاني. يا أيها الذين آمنوا أتموا كل العهود الموثقة بينكم وبين خالقكم وبينكم وبين خلقه، ألم نتفق نحن، هذا نص قرآني، نتفق نحن، هذا نص قرآني. هذه ممثلة لشعب المليون حافظ اللي مش قادرة تقرأ آية ومش حاسة حتى بالفرق بين النص القرآني وتفسيره، ورغم إنها كانت ترند لكنها غطت على ترند أكبر وهو الشروط أو القاعدة الدستورية اللي أفرزتها اللجنة المنبثقة على لجنة الحوار السياسي. اللجنة تتجاهل أن مجرم الحرب قاعد يتربص للانقضاض على الحكم في ليبيا، وإنه متورط في إعلان حروب الأمم المتحدة نفسها تصفها بأنها حروب أهلية، يعني يخشش في الليبيين في بعضهم، ومدن وقرى وقبائل الآن بينهم دم ومبتورين وأسرى فقط بسبب نزوات حفتر السلطوية ورغبات محمد بن زايد في تنصيبه. وتجي لجنة الحوار بعد هذا كله تصيغ له شروط مفصلة عليه تماما، ناقص يحطوا شرط تزكية حسن جاموس، وهذه طبعا ما ياخذهاش إلا حفتر. والأقبح إنهم ما اشترطوش إنه يترك العمل العسكري إلا لو يفوز، يعني لو فاز هو الرئيس ولو خسر قاعد ضابط ويحكم في نص ليبيا. زي عقيلة صالح لما رشح روحه للرئاسي هو قاعد رئيس البرلمان، ما صارش من الرئاسي أوكي أنا قاعد في مكاني مضمون. يا نخبنا السياسية، اللي صار ما هو إلا إعلان حرب جديدة، وأنتوا تعرفوا هذا كويس، السبطانة لم تبرد والدم لم يجف، وترهونة ما زالوا يطلعوا منها في قبور جماعية، والألغام ما زالت تنفجر في عين زارة. لكن أنا متأكد إن أبطال بركان الغضب مش حيسمحوا بتمرير الكلام الفاضي هذا، ومش حيخلوها ثورة دراويش.